بعد اللقاء وبعد عندما تكون هناك فرصة. أعزائي المشاهدين نتحدث عن ترتيب، ما فيش فرصة للحديث في البدايات. الريان خلاص حافظ على الأمال بعد الفوز في اللقاء السابق. هو كلام كتير جرجر داخلي. صائب من حكام اللقاءات، اللقاء منذ البداية للسيطرة طبعا على بعيد المدى، بعيد المدى. هو ده الكلام، هو ده الجمال. شوف 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 ارتقاء فين وتسجيل جميل، وهنا الهدف. أعزائي المشاهدين ثلاثة الريان لا يتمنى أكيد جمهور الريان عاشق الزعيم، بيعملوا الواجب وزيادة، لكن هنا صغرة صغرة في الدفاع. محاولات تسديد لكن الكرة لمصلحة، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث. وكابتن نزار بن فتحي هيكون رأيه ايه، والجهاز الفني ونجيب طبعا بالهادي. وفي ثغرات، في ثغرات في دفاع الريان، هل يستغلها؟ لا خلاص رجعوا رجعوا، رجع فريق الريان وتم التمرير. عملها له جميلة، عملها له على الطاير لكن ما نجحتش. هنشوف الكرة على طول هيستغلها أكيد، وبالفعل بالفعل استغلوها استغلوها، وهنا الريان يعود بالتعادل. شوف 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 التمريرة، وكمان إيه عنده كل الأمال الآن الريان من أجل الاستكمال. يا سلام يا عبد الكريم، عبد الكريم خضر الحارس العملاق يتمكن من هذا التصدي. واوه لا 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 لا، الرهيب ريح، الرهيب راجع وسع. شوف 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 يا يزيدي مره ثانيه. يا سلام اللعب على الجناحين، هو شوف عمل ايه، كان نزله المره اللي فاتت. اوه بالتخصص بالتخصص المعلم الكبير. شوف 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 يا قس العدد، هل يتمكن السد من دفاعات جيدة والذهاب في المرمى الخالي للريان؟ لا، مرمى خالي مين؟ مرمى خالي مين؟ التسجيل موجود والوحوش موجودة والرهيب الرهيب يستمر في البحث. هل هو هدف تعادل والتسليم والمحاولة والتسجيل؟ خطأ مهاجم، انتهى اللقاء. إذن عزيزي المشاهد ينتهي اللقاء.